مبكراً عن الموعد 4 أشهر حضر مارسيل خليفة إلى أحضان محبيه وعيونهم المشتاقة، بعضهم أحاطه بذراعه ملتقطاً صورة، وبعضهم الآخر لفه بالكوفية مستحضراً وطناً. أما مارسيل فأحاط الجميع بألحانه وأغنياته الصادرة ضمن عمله الجديد سقوط القمر. على مدى أكثر من 3 ساعات وقع مارسيل خليفة الألبوم لعشرات الأشخاص الذين ازدحم بهم جناح دار الفارابي في معرض الكتاب العربي والدولي. وكالعادة استطاع مارسيل أن يجمع حوله الفئات السياسية والمناطقية والاجتماعية والعمرية كلها. اليوم احنا قاعدين هون من الساعة 6 إلى ربع، مش بس من كل الأعمار، يعني حتى أولاد الصغار يعني جايبينهم أهلهم يعني. وبعدين من أهم شيء اللي صار إنه هالعمل هذا توقع بمعرض الكتاب، لأنه مش ما توقع بفندق أو بمكان يمكن مثل ما بيصير دارج عنا إنه مكان هيك في إبهار وكذا، بالعكس. شو اللي حابب توصله لكل هالعالم من خلال سقوط القمر؟ كتير في بهذا العمل، مع أنه بيحكي عن الغياب، في كتير فرح، في كتير أمل، في كتير حب، لأنه قصائد محمود درويش مليئة بالحب، ويعني هو مبني على الحب. هذا العمل يمكن لازم يكون عنوانه صعود الحب مش سقوط القمر. بركي الألبوم الذي يضم أسطوانتين هو بمثابة تحية إلى رفيق درب خليفة الشاعر محمود درويش، هو الذي يقول فيه مارسيل إن رحيله كان مدوياً كسقوط القمر. جانب قديمه الذي أعيد توزيعه كأجمل حب وفي البال أغنية، يقدم خليفة أغنيات ومعزوفات جديدة كعيناها وطوق الحمام الدمشقي وجيتارتان وسرير الغريبة، كلها موقعة مع كل الحب.